أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح آمين. Salam alaikum, buenas noches a todos. Esto es el sacrificio que estamos haciendo Mohamed Bético y yo, que es acercar las culturas, acercar las religiones, acercar las personas. Y gracias a las redes sociales se está viendo de que es posible. Y yo estoy muy orgulloso de vivir en este gran país, que es el Reino de Marruecos, donde en ningún momento se va a cerrar las puertas por ser cristiano y español. Y eso todos los españoles cristianos tenemos que agradecerlo mucho. Y aquí venimos a poner el granito de arena. Y eso es el sacrificio de muchos antepasados nuestros que han estado aquí, que han convivido con los marroquíes y con los musulmanes. Y esto es muy bonito, esto no hay dinero que lo pague en el mundo. Muchísimas gracias a todos. Estamos en un momento que los cristianos es importante. Estamos en Cuaresma. Los musulmanes están en Ramadán. Allahu Akbar al-Malik. Sálgame el bien. Séptimo día haciendo Ramadán sin ser musulmán. Bueno, estaba leyendo los comentarios y demás. Y había un comentario que me llamó en especial la atención porque tal que lo sentí así. Y era hablar sobre la energía y el agotamiento que tengo. Sinceramente, ayer y hoy son los días donde más lo estoy notando ahora mismo. Me siento que me falta mucha fuerza. Pero no voluntad. Entonces, con esto que quiero decir, por un momento pensé hasta en abandonar porque ya me empecé a notar, digo, que me falta energía, me falta de todo. Pero pienso que si algo merece la pena, no puede ser fácil ni está hecho para todo el mundo. Entonces vamos a seguir para adelante. De momento hoy, ya te digo, me siento súper agotado y demás. Aún así todavía no he comido, ahora voy a comer y nada, muy contento. Familia, muchas gracias por los comentarios. Bravo, 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 saraha. Kima shitu, khouti al-magharba wal jaliya al-maghribiya fi kulli makan. Salam alaykoum wa tahiya tayyiba lil jami. Videohat ra'iha katbiyin على الشهامة والكرم ديال المغاربة والمسلمين. يعني هادو مغاربة. كاين هاد الأخ اللي هو محمد البيتيكو اللي عنده حساب عبر تيك توك واللي كيستقبل يعني السياح من جميع الجنسيات على رأسهم الإسبان، وكتشوفوا الكرم والجودة والشهامة ديال المغاربة، وكيعرفوا بشهر رمضان المبارك، وهادشي اللي خلى إسبان حتى هما يعني بداو كيصوموا شهر رمضان المبارك، ولما لا ينتهي بهم الامر باعتناق الديانه الاسلاميه. برافو برافو على هاد الفيديوهات اللي غادي نخليكم مع مجموعه ديال الفيديوهات من مدينه ازيلا، وغادي تشوفوا السياح الاجانب يعني يتناولون وجبه الافطار يعني مختلطين يعني اسبان من جميع الجنسيات ومغاربه كذلك، والفرحه والسرور والبسمة على وجوه المغاربة، وكيف يرحبون بهاد السياح. خلاصة من هادشي كامل وهو أننا يعني شعب مغربي متسامح، يعني شعب
يعني يتعايش مع جميع الأجناس ومع جميع الديانات. برافو برافو، هادو هما الفيديوهات اللي خصنا نبارطاجيوهم، هادو هما الفيديوهات يعني اللي خصنا ندعموهم ونشوفوهم، وهذا يعرف يعني بالشعب المغربي والكرامة ديال الشعب المغربي و يعني كل شيء ديال الشعب المغربي. وخير دليل وهو يعني التعابير في الوجوه ديال هاد يعني الأشخاص من جميع الجنسيات اللي كانوا حاضرين في هاد وجبة الإفطار، والأذان كذلك من محمد البيتيكو اللي هو كيتقن 100% اللغة أو اللغة الإسبانية ولو أنه مقيم في المغرب. كذلك غادي نسمعوا واحد الأخ، يعني غادي نخليكم مع هذا الفيديو ونكملوا، وغادي تشوفوا واحد الإسباني اللي كيقوم بالتجربة وجايب 7 أيام وهو كيصوم شهر رمضان وكيقول باللي غادي سيكي، وهذا يعني لا محالة غادي ينتهي به الأمر اعتناق الديانة الإسلامية. نخليكم مع هذا الأخ اللي خلق قناة برشلونة ورجع كان كيشوف الفيديوهات ديال باكو ورجع يعيش في المغرب وكيقول ما نادمش على أنه يرجع يعيش في المغرب. هذه رسالة يعني الناس اللي دائما خصهم يبينوا على أن عندنا المجاعة في المغرب، عندنا الفقر في المغرب، خصنا نهربوا. كل واحد كيختار شنو بغى. بالي حنا أنا شخصيا النهار اللي جيت هنا ودائما كنقولها ونكررها، أنا ما جابتنيش المجاعة لهذه الأرض. خوتي إذا جاوا لهنا ما جابتهمش المجاعة ديال هذه الأرض. بزاف ديال الناس الإسبان اللي هاجروا، بالي إسبان دابا في هذا الوقت هذا كيمشيو حتى هما يخدموا التيمبورادا فرنسا. دابا حاليا اللي كيهضر مثلا على النساء المغربيات اللي كيجيو يخدموا الفريسانة عادي، الناس كتجيب ثمن محترم تخدم. بالي كذلك الناس ديال الأندلسية من هنا حتى هما كيمشيو فرنسا يخدموا، وهادو كيمشيو هنا. والعالم هيدا خصو يكون العالم بعدا خصو يكون سين فرونتيراس، بدون حدود. المهم خليكم مع الفيديو ديال هذا الاخ اللي هو من برشلونه رجع وكيقول ما نادمش وعايش، وكنا اذا بغينا نرجعوا نعيشوا في بلادنا فغادي نعيشوا معززين مكرمين. كل واحد وشنو كيبغي، بالي كاين اللي نصي كل واحد وكان ديالو. خليكم مع التتمه ديال الفيديوهات. صحه فطوركم، تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن شوفوا معايا تا الاخر، وما تنساوش دائما لايك والبارطاج، وهاد الفيديوهات هما اللي خصهم ينتشروا يعني بشكل كبير الخوت. مابقاوش نشروا غير السلبيات نبينوا على ان البلد ديالنا خايب. نو 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 نو. شوف ejemplo de que mis vídeos llegan a España, llegan a la gente, llegan a la comunidad marroquí europea. Este chico cuando veía mis vídeos decía: este que va a hablar de mi país es un vendehumos. Pues mira dónde está, puedes explicar tu historia, Lucia. Hola, buenas tardes a todos. Primero de todo, gracias por estar aquí a todos. Venir a ver a nuestro monje albético y a Paco Tanjaui también. Yo sí que es verdad que yo cuando veía sus vídeos decía: este hombre lo único que está diciendo son mentiras, ¿vale? Pero a día de hoy llevo un año en Marruecos, he nacido en Barcelona y la verdad que no me arrepiento de vivir aquí. A día de hoy no cambio Marruecos por ningún sitio del mundo, ¿vale? Y animo a cualquier persona del mundo entero que venga aquí a Marruecos y a hacer sus proyectos, a vivir o a hacer cualquier cosa. Bienvenidos a todo el mundo y gracias por estar aquí. Y paz mental, y paz mental. Y una cosa muy importante que quiero decir también: la tranquilidad que tenemos en Marruecos no la vais a tener en ningún sitio del mundo ni de Europa. Paz mental. Muchas gracias a todos y gracias por esta noche. Bueno, pues nada. Salam alaikum, buenas noches a todos. Esto es el sacrificio que estamos haciendo Mohamed Bético y yo, que es acercar las culturas, acercar las religiones, acercar las personas. Y gracias a las redes sociales se está viendo de que es posible. Y yo estoy muy orgulloso de vivir en este gran país, que es el Reino de Marruecos, donde en ningún momento se va a cerrar las puertas por ser cristiano y español. Y eso todos los españoles cristianos tenemos que agradecerlo mucho. Y aquí venimos a poner el granito de arena. Y eso es el sacrificio de muchos antepasados nuestros que han estado aquí, que han convivido con los marroquíes y con los musulmanes. Y esto es muy bonito, esto no hay dinero que lo pague en el mundo. Muchísimas gracias a todos, estamos en un momento que los cristianos es importante, estamos en cuaresma, los musulmanes están en Ramadán. Allahu Akbar al Malik. Salga la mayoría.
رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم.